السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الداتا فيو واللاي اوت فيو. تمام، ازاي احنا لما يكون عندنا خريطة في منظر 2D مثلا عايزين نطبعها بشكل معين، نطبعها نحط كذا شكل في الخريطة. هنشوف دي ازاي بتتعمل النهاردة بإذن الله. هنفتح الارك ماب عادي جدا، هنيجي هنا هنفتح اكسرسايز 4، هفتح 2009 بولوشن يونايتد ستيت بولوشن 04. تمام، هسحبها واحطها او دبل كليك عليها ونفتحها. تمام، هيفتح لي خريطة بتاعت شمال امريكا والاسكا مثلا موجودة. تمام، هنلاقيها موجودة على جنب هنا كذا داتا فريم. انا عندي داتا فريم 1، داتا فريم 2، داتا فريم 3. الحاجات دي يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي شغال على الاتنين دول، ممكن ده نشتغل على حاجتين تلاتة، ممكن ده نشتغل حاجات تالتة خالص، بس كله في نفس ال MXD فايل المفتوح عندي. تمام، فدلوقتي مثلا ممكن اخد دي واخد دي واعمل لهم كوبي واحطهم باست في الداتا فريم ده، اقول له باست لايرز، واحطهم برضو هنا باست لايرز. تمام، انا دلوقتي عايز اشتغل على الداتا فريم بتاع الاسكا. تمام، هعمل كليك يمين عليه واقول له اجد فيت، يعني كده هشتغل على الداتا فريم بتاع الاسكا. عندي الجزء الموجود هنا ده هو دلوقتي موجود داتا فيو، يعني الداتا فيو او لاي اوت اللي احنا شغالين عليه بالارك ماب. ما ينفعش اطبع بالحكايه دي، فهاجي على تحت هنا هقول له سويتش تو لاي اوت فيو، بدل الداتا فيو هخليها لاي اوت فيو. تمام، فهقول له لاي اوت فيو، هيفتح لي خريطه زي خريطه ممكن نطبع بيها بالظبط. حاليا متقسمه لثلاث حاجات رئيسيه، ده اول حاجه، تاني حاجه، تالت حاجه. متقسمه على حسب ايه؟ متقسمه على حسب الداتا فريمز اللي عندي. انا عندي 1 2 3، حاليا مقسمه لي 1 2 3. ممكن دي بس كده اخدها احطها على جنب شوية، ودي كده احطها على فوق شوية. تمام كده شباب، ودي كده احطها كده شوية بحيث ان بعد كده اطبعها زي تكون بالمنظر ده، والمنظر ده كده والمنظر ده الناحية دي. تمام، او ممكن نجيب دي كده شوية على جنب. تمام، واجي بالأداة بتاعت الزوم ان او زوم اوت واقلل الزوم. تمام يا جماعة، ممكن أمشيها بس كده شوية. تمام، عشان بس أظبط اللاي أوت بتاعي وليكن هكذا. تمام، دلوقتي كده المفروض أكون ظبطت اللاي أوت بتاعي. أنا دلوقتي لما بفتح اللاي أوت بتاع الخريطة النهائية بيفتح لي المفروض تول بار اللي هو مكتوب عليه لاي أوت تول بار، ولو ما فتحهاش معاك بتعمل كليك يمين فوق وتفتح اللاي أوت تول بار أو تعمل تشيك على اللاي أوت. تمام، هنا التول او اللي او التول بار ده فيها شويه حاجات رئيسيه اللي هي كانت مثلا العلامه بتاعت الزوم. مثلا لو عملت زوم مثلا زومت هنا هيزوم لي على البتاع دي. ممكن ارجع تاني اللي هي فول اكستند. تمام كده، نفس الحاجات اللي هي الداتا الموجوده فوق، بس هنا ايه استخدمها بطريقه تانيه شويه. اوكي، في تاني ايه مثلا؟ ممكن نستخدم ايه تاني؟ نستخدم بس نعمل دي كده كده شوية. تمام، خلي دي على جنب كده. تمام كده، ممكن في هنا حاجة اللي هي change layout، بتك عليها فبيفتح لي layout الموجود، المفروض كذا layout مهمة للطباعة عندنا. تمام، احنا بنستخدم اغلب الحاجات بنستخدمها United States، ده احسن layout موجود. هقوله next. تمام، هقول له بعد كده هيرتب لي اللي هو الترتيب اللي انا حاطه، اللي هي الترتيب دي اللي هي رقم 1 هتتحط على جنب، بعد كده بتاعت هاواي، بعد كده بتاعت الاسكا اللي هي الكبيره. هقول له ماشي انا موافق، ممكن اغير اتك على واحده اقول له موف اب او موف داون زي ما انا عايز مثلا، واقول له فينش. افتح لي فاينل لاي اوت اللي هي بتاعت الطباعه. تمام، طب دي ممكن نلعب فيها ازاي؟ انا مش عايز الاسم ده، اروح دبل كليك عليه واقول له مثلا اسم تاني واقول له اوكي. تمام كده هيغير الاسم ده. ممكن اللي هو الداتا فريم او السكيل الموجود على جنب برضه ممكن اشيله اغيره. اللي هنا المفتاح بتاع الخريطه ممكن اشيله اغيره. ممكن الخط ده مثلا مش كبير شويه احركه كده على جنب شويه، ممكن ده احركه برضه شويه كده. تمام، ده كده افضل بقى اظبط الخريطه بتاعتي لغايه ما اوصل للفاينل لاي اوت بتاعي. تمام، ممكن كمان نعمل شويه حاجات اللي هو ممكن من انسرت من فوق، اقول له انسرت مثلا نورث ارو، اختار النورث ارو ده مثلا
احط لي النورث ارو هنا اسحبها مثلا احطه كده بحيث ان اختار الفاينل لاي اوت بتاع الخريطه اللي عندي. تمام. ممكن برضو انسرت مثلا احط السكيل، نحط الليجند، نحط تكست معين على الخريطه. كل الحاجات دي بنفضل نظبطها خالص في الاخر، وبعد ما اخلص كل حاجه واقول له فايل، تمام، اكسبورت ماب، هنقول له بقى انا عامل لها اكسبورت لبي دي اف بحيث ان انا ابدا اسيبها بي دي اف. تمام. هنا الريزولوشن بتاعها هخليها 1000 علشان تبقى هاي ريزولوشن، ممكن تخلوها زي ما انتوا عايزين، ممكن نخلوها 200 مثلا، نخلوها اي حاجه، ممكن 300 بتبقى هاي ريزولوشن عالي جدا. هنلاقي هنا نزلت لي بي دي اف بشكل الفاينل لاي اوت الخريطه اللي عندنا. تمام. وبكده احنا ممكن نطبعها بالريزولوشن عاليه جدا. انا لو جيت زومت على الحته دي بس هلاقي الزوم بتاعها عالي جدا والهاي كواليتي عاليه قوي بتاعتها. تمام كده. ده كده النهارده الدرس بتاع اللاي اوت والداتا فيو، الفرق بينهم. بنستخدمه كتير لما عايزين نعمل خريطه معينه، عايزين نعمل برنت لاي اوت الداتا اللي عندنا. تمام. انا لو عايز ازود مثلا داتا فريم عندي فبقول له انسرت داتا فريم، كده بزود داتا فريم اللي عندي، ممكن العب فيه زي ما انا عايز، كليك دبل كليك عليه، اغير الاسم، اغير اي حاجه. تمام. ده كده كان الدرس بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه. نشوفكم في الدروس اللي جايه باذن الله. السلام عليكم.